مرحبا بكم مجددا. تستمر في إسرائيل المظاهرات المطالبة باستقالة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ظل اتهامات الفساد التي وجهت إليه وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا. اتسعت رقعة الاحتجاجات يوم السبت، حيث تجمع المتظاهرون في الشوارع وأيضا أمام مقر إقامته الخاص. نتنياهو وجه أصابع الاتهام هذه المرة إلى وسائل الإعلام، متهما إياها بتأجيج الغضب ضده، واتهم المحتجين أيضا بتعمد نشر الفيروس. تصادم بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الحكومة البديل بيني غانتس على خلفية المظاهرات الأسبوعية والمطالبة باستقالة نتنياهو، وفي حين أن الأخير يعتبر أنها محاولة للدوس على الديمقراطية، يرى غانتس أن المظاهرات هي روح الديمقراطية. أستنكر كافة أشكال العنف، فلا مجال للعنف إطلاقا، لا نتسامح مع أي تهديد بممارسة العنف من أي طرف كان، لكن هنا وباسم الديمقراطية ألاحظ تشويها لكافة القواعد خلال هذه المظاهرات. بؤر التظاهرات الرئيسية انعقدت قبال مقر نتنياهو الرسمي في القدس وفي تل أبيب وقيسارية حيث منزله الخاص، لكنها امتدت أيضا إلى مفترقات الطرق الرئيسية، حيث رفعت أعلام سوداء تعبيرا عن الاستياء من الوضع الذي آلت إليه البلاد. إنها واحدة من أكبر المظاهرات في القدس منذ أن تجمع الناس هنا للاحتجاج ليقولوا لدينا ما يكفي، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء فاسد، لم يعد قادرا على القيادة ولم يعد قادرا على إدارة البلاد بعد الآن. واعتبر رئيس المعارضة يائير لابيد أن هذه التظاهرات جعلت رئيس الحكومة يكون في حالة من الهستيريا، ورفض لابيد الادعاءات بأن المتظاهرين هم من صفوف اليسار وحسب، وإنما اليمين أيضا الذين سئموا الفساد حسب تعبيره. مع مرور الأسابيع تزداد رقعة التظاهرات وأعداد المشاركين فيها، وثمة من يعتبر أن حكومة نتنياهو تحاول منع الاحتجاجات أو المس بمصداقيتها، وهو ما يزيد الشرخ القائم في الائتلاف الحكومي الهش. يحيى قاسم، الحرة، القدس. هذا هو شلومو جنور، الكاتب والباحث السياسي، ينضم إلي من القدس. شكرا لتلبية الدعوة أستاذ شلومو، مرحبا بك. ما رأيك، هل اقترب تحالف غانتس نتنياهو أو غانتس بيني غانتس وبنيامين نتنياهو من الانفراط إن صح التعبير أو الحل؟ نعم، كل أسبوع والأزمة، وهذه المرة هي الأزمة التي شهدناها على ضوء الاحتجاجات والتي يزداد فيها بكل أسبوع عدد المشتركين فيها. وهذا الأسبوع الأزمة هي ازدادت في ضوء الخلاف الشخصي بين نتنياهو وبين بيني غانتس على ضوء من يقوم بتنظيم هذه الاحتجاجات، وهل هي تضر الديمقراطية. ففي حين أن غانتس اعتبر أن الديمقراطية تمنح الجميع حق التعبير والاحتجاج في الشوارع، يعتبر نتنياهو هذا الأمر غير ملائم، واتهم وسائل الإعلام بأنها هي التي تقف وراء ذلك، واستغل 6 دقائق من البيان للحكومة بتلاوة التهم وتوجيه أصابع الاتهام إلى شتى وسائل الإعلام، إلى درجة أنها وصفها بأنها بؤر ومحضنة للكوليرا، وأيضا على غرار النظام في كوريا الشمالية، أي ادعاءات ربما تدل على الضائقة التي يعاني منها نتنياهو في هذه الأيام. هل عدم تفهم أقطاب الائتلاف الحكومي أستاذ شلومو يعني بالضرورة التوجه إلى انتخابات برلمانية قريبا؟ ربما هذا ما هو يسعى إليه نتنياهو في هذه الأيام وفي خلق الأزمات، وأعتقد بأن الأزمة على الأبواب هي كيف سيتم رأب الصدع بين أركان الائتلاف الهش فيما يتعلق بموضوع الميزانية. ففي حين نتنياهو يطالب بإقرار ميزانية لمدة عدة أشهر
حتى نهاية هذا العام بني جانتس الشريك، وأيضا بموجب الاتفاق الائتلافي بينهما يقول بأنه يجب إقرار ميزانية للسنتين، أي حتى نهاية العام القادم. هذا من اليوم وحتى 25 من أغسطس، هذا هو الحد الأقصى. بالضبط، وعندها إذا لم يتم تمرير مثل هذا مشروع القانون لإقرار الميزانية فتلقائيا يعتبر القانون الكنيسة والحكومة بأنها مستقيلة، والكنيسة برلمان إسرائيل بأنه منحل، وعليه تتم الانتخابات في غضون 90 يوما، أي ستتوجه إسرائيل للمرة الرابعة في أقل من سنة ونصف إلى صناديق الإقتراع. ربما هذا هو ما يسعى إليه نتنياهو للحصول على حصانة برلمانية قد تعفيه من مواصلة المحاكمة والمثول أمام المحاكمة بتهم الفساد الموجه إليه. نتنياهو يعول على استطلاعات الرأي العام التي تشير بأنه بالرغم من تدني حزب الليكود باستطاعة الليكود مع شركائه في معسكر اليمين تشكيل حكومة بدون أبيض أزرق بدون جانتس، وبذلك ربما تعديل القانون ومنحه الحصانة البرلمانية. أعتقد بأننا أيضا نقترب من موعد الاختبار لهذه الحكومة. طيب، ما هي فرص نجاح ما يعول عليه نتنياهو اليوم؟ هل تعتقد بأن هذا سيحصل أستاذ شلومو؟ كيف سيقاوم بني جانتس، يير لابيد، باقي من يقف أمام خطة نتنياهو اليوم ما يسعى إليه؟ إسقاطه قبل أن يتم يعني التوجه إلى الانتخابات؟ استطلاعات الرأي العام الأخيرة تشير بكل وضوح بأنه بالرغم من تقلص قوى الليكود وتدني شعبية نتنياهو، ولكن لا يزال يتقدم على سائر منافسيه بما فيهم لابيد وجانتس وسائر المتنافسين على منصب رئاسة الحكومة، وعلى هذا الأمر يعول نتنياهو. ولكن من جهة ثانية علينا نذكر بأن معسكر اليمين غير راض عن الوضع، خاصة بأن نتنياهو ومشاكل الفساد وتهم الفساد الموجهة إليه تضعضع من مكانته ووضع الشعب في معسكر اليمين. ولكن حتى الآن هذه المكانة، مكانة نتنياهو، بالرغم من ضعفها داخل معسكر اليمين لا يزال ينفرد بأنه الشخص الوحيد الذي باستطاعته زعامة اليمين وزعامة الليكود، لأنه قضى على كل المتنافسين طيلة العقد الأخير عندما أشغل رئيس الحكومة ورئيس حزب الليكود. من هنا الشخصية الوحيدة بارزة على الساحة السياسية الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. طيب، هل هناك من يقوم بعملية بناء اليوم تجهيزا لإزاحة الزعيم الحالي لليمين؟ هل نفتالي بنت اليوم يقوم بعملية بناء؟ هل هو الاسم الأبرز؟ من الذي قد يخلف نتنياهو في ظل يعني إن مع تأكيد حضرتك على أنه الزعيم الأبرز، واستطلاعات الرأي الإسرائيلية تقول بأنه ما زال متقدما على الجميع الآن، ولكن إن كان وحصل هل نفتالي بنت هو سيكون البديل؟ ربما هذا الأمر، بالرغم بأن الأحزاب اليمينية لا تتحدث عن ذلك بوضوح، ولكن بنت زعيم حزب يمينة يحصل في استطلاعات الرأي العام على 18 مقعدا في الكنيسة، ويشكل بذلك قوة نيابية كبيرة. ولكن مع ذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار مدى شعبية بنت بالمقارنة مع نتنياهو شخصيا وسائر المتنافسين على مقعد رئيس الحكومة، نتنياهو لا يزال يتفوق على بنت. أستاذ شلومو، أشكرك جزيلا لتلبية الدعوة. من القدس شلومو جنور، الكاتب والباحث السياسي.